بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، هكذا هي الانطلاقات والتحديات هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. شوطنا الرابع عشر وثاني أشواط الإنتاج والمنتجين خصص لإبكار الثنايا المهجنات الأصايل، شعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان. مباشرة أنطلق في هذه اللحظات، لحظات يترقبها الكل على قنوات دبي ريسنج، يتابعون هذه الانطلاقات من على أرضية ميداننا الذكي. انطلق مع المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل وشوط الإنتاج وناموس الإنتاج غير. أتقدم مباشرة إلى الصدارة والمقدمة، أتقدم مع هذه الشعارات، أتقدم مع وديان حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، من يقدم وديان على المركز الأول في أول الأسماء الباحثة عن ناموس هذا الشوط في أول الشعارات المنطلقة والمندفعة على أرضية هذا الميدان. المركز الثاني القادم على المركز الثاني، المركز الثاني القادم عسيلة على المركز الثاني، سلطان بن علي بن سلطان لكتب شعار بالهناوي القادم على ثاني المراكز. المركز الثالث، وتابع المركز الثالث جبار القادمة بشعار سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوى لكتبي، يتقدم ويقدم جبار على المركز الثالث. النقل للمركز الرابع وهوايل، هوايل هوايل مسلم بن سهيل بن هي العامري القادم على المركز الرابع مقدما هوايل. المركز الخامس حفلة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، عاشق السلالة الشاهينية وممثل جميرة، حاضر في أشواط الإنتاج مقدما حفلة على المركز الخامس. المركز السادس، هذه اللي وصلت هذه في هذه اللحظات، تقدمت بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدي الكتبي وديان القادمة على المركز الخامس. سادس مراكزنا اليمام، اليمام حمد بن سالم بن نصرة العامري مقدما اليمام على المركز السابع والمركز الثامن. وصف القادمة محمد بن سلطان بن مطر بن مرهان الكتبي، شعار الصعب يقدم وصف القادمة واصفة انطلاقات الصعب على أرضية ميدان المرموم. المركز التاسع وصلنا مع نوف حمد بن سالم بن نصرة العامري، يقدم هنا انطلاقات نوف واليمامة ما شاء الله. المركز العاشر ترحيب، ترحيب قادمة بشعار حفلة بشعار بن رشيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا هي النتيجة، هكذا النداء الأول للعشر المراكز الأولى المنطلقة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، أشواط الإنتاج، ثاني أشواط الإنتاج وأولها للمهجنات الأصايل. العودة إلى الصدارة، عودتنا إلى المقدمة، إلى أسطول أسطول على المركز الأول حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، يقدم أسطول على صدارة هذه الأسماء مقدما أسطول المتجهة إلى مرغم. المركز الثاني القادم هوايل مسلم بن سهيل بن هي العامري القادم على المركز
الثاني مقدما هوايل هوايل هوايل، المركز الثالث هل الخوانيج قادمين مقدمين انتاجهم الفاخر جبار القادمة سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوى الكتبي يتقدم على المركز الثالث مقدما جبار القادمة في هذه اللحظات. المركز الرابع يا هي اسماء يا هي شعارات دخلت في عالم الاعلام نوف نوف عبد الله بن سالم بن ثعلوم الدرعي، وين الموقع الثنين كيلو متر غادرناها في هذه اللحظات. المركز الخامس هذه اللي تقدمت محبوبة محبوبة علي بن راشد بن مفتاح الشامسي قادم مع محبوبة وحفلة قادمة وترحيب ترحيب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم ترحيب على المركز السادس ما شاء الله حفلة على المركز السابع لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي وبن سالمين بن سالمين العمري قادم في هذه اللحظات راعي مهاوش حامد بن محمد بن سالمين العامري يقدم من والقادمة من ومن ومن وهي سلام الكل منيته ناموس الانتاج عودة الى الصدارة عودة الى المقدمة اسطول اسطول على الصدارة اسطول على المقدمة اسطول وحمد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي من يقدم اسطول. المركز الثاني حبوبة حبوبة قادمة على المركز الثاني علي بن راشد بن مفتاح الشامسي قادم على المركز الثاني وين الموقع يا بن حلوة الكيلو الأخير جبارة جبارة القادمة سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي ومن القادمة حفلة خليفة بن سلطان بن رشيد بن رشيد ممثل جميرة قادم وممثل الزاخر وأهل الخوانيج قادمين. والمركز الرابع بن هي العامري قادم مع انطلاقة هوايل مسلم بن سيل بن هي العامري وبن سالمين بن سالمين قادم منوى 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 هذا موقع منوى هذا شوط منوى ما شاء الله حامد بن محمد بن سالمين العامري ما شاء الله شوط الانتاج منوى منوى مرت مرور الكرام والعصافة الابطان قبل اسبوعين في نفس هذا الشوط بنفس الاداء بنفس الانطلاقة ها هي منوى منوى وحامد بن محمد بن سالمين العامري يتقدم في هذه اللحظات راعي مهاوش راعي شاهين الرموز مالك هذه الفحول يتقدم على المركز الاول مقدما منوى لله درك يا بن سالمين تسلم يمينك على هذا الضمر والمطى تهانينا والناموس لحامد بن محمد بن سالمين العامري وتهانينا والناموس للوالد صالح بن سالمين العامري على هذا الأداء والدعم لهذا الشعار. المركز الثاني وصلت هوايل لمسلم بن سيل بن هي العامري. المركز الثالث محبوبة لعلي بن رايم مفتاح شامسي. المركز الرابع جبارة لسعيد بن أحمد بن حلوة الكتبي. المركز الخامس وصلت مرضية لحمد بن سهيل بن خيرات بالدودة العمري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم. نعود في هذه اللحظات إلى التوقيت الزمني ولحظات وصولي من وخاطفة هذا الشوط بالتوقيت الزمني 9:24 ست أجزاء من الثانية هو توقيت منوى. تهانينا والناموس لحامد بن محمد بن سالمين العامري وسلاماتنا إلى العين وإلى زاخر. المركز الثاني 9:28.8 من الثانية هذه اللي وصلتنا هوايل لمسلم بن سيل بن هي العامري اللي احتلت المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام محبوبة هذه اللي وصلتنا على المركز
ثالث لعلي بن راشد بن مفتاح الشامسي، توقيتها الزمني 9:31 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.